ليه كده يا ماما؟ ليه عملتي فيا كده؟ مهما حلفتي لي على حبك وتضحياتك برضه مش هسامحك على الجحيم اللي انا فيه ده. رميتيني في نار جهنم وانت عايشه حياتك. بطل هزار بقى واتكلم جد شويه. وحشتك بجد ولا اسطوانة حريمي من بتوعك؟ سفرت اسكندرية. لا مفيش، المصنع هناك فيه مشكلة كده بين العمال. بص هي أصلا مشكلة خايبة وأنا كان ممكن أحلها بالتليفون، بس أنا قلت استريح منه شوية، ارتاح منه يومين. شفت بقى؟ حضرتك مقضيها هزار ومش عايز تقولي كلمة حلوة. ده أنا اللي أقول لك أحلى كلام. انت مش المفروض سافرت اسكندريه من بدري؟ ما سافرتش ليه؟ سيب التليفون ده. اقعدي. انت بتضربني يا حيوان؟ مش هو ده الكلب اللي كان بيكلمك في مارينا وبيبص لك وقلت لي ما تعرفيهوش؟ هات التليفون. ده انا ما حصلتش حتى خروف تسحبيه من رقبته من مصر لاسكندريه للسويس عشان في الاخر تكلمي عشانك على التليفون. انا حره اعمل اللي انا عايزاه، واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. لا يا شيخه، تطعميني شرفي قدام عيني واسيبك عايش على وش الارض. شرف مين يا ابو شرف؟ وانت لو راجل وعندك ذره رجوله كنت تعيش مع واحدة بتصرف عليك وبتأكلك وبتشغلك؟ شرف ايه؟ ده انت كنت جربوع ولا تسوى؟ انا اللي عملت منك باشا وبقى عندك املاك وجاي تقول لي شرف؟ هتموتي هتموتي يا سفنة وكل كلاب الارض هتتف عليكي. انت لازم تموتي، لازم تموتي. كات. هايل يا فارس، وانت عظيمة يا استاذة، بجد كنت عظيمة. قصدك كنت هموت يا علاء وانت سايبه ومكمل ومش عايز تقطع. طب معلش حقك عليا، ما انا قلت كت اهو. لا مش كت، فركش. يا استاذه انا هريحك يا استاذه، احنا عندنا ساعه بريك، بعد كده هننقل الاضاءه عشان مشهد الجنينه، تكوني شربت فنجان القهوه المظبوط بتاعك وريحه اعصابك. ما انا كنت عارف ان هو هيثبتني بكلمتين وهيبعتك ورايا علشان تزن عليا. طب ما احنا ما صورناش نص الاوردر، صعب الفركش دلوقتي، الاستاذ عامل كده يروحني. ويعني اللي حصل من شويه ده مش صعب يا محمود؟ معلش انا عارف هو افر شويه. لا هو ما افرش، هو قاصد. انا عارفه فارس كويس، هو غلاوي ومش بيطقني ومن اول المسلسل وهو مستني السيكونس ده علشان ياذيني ويفش غله فيا. بالعكس يا استاذه، انا بحبك جدا. مين ده اللي بيحبني؟ بلا حب بلا نيله، مفيش حاجه في الدنيا دي اسمها حب، مفيش غير غل وكراهيه وخيانه زي المشهد الزفت اللي انا صورته دلوقتي. استاذه عايزاكي في كلمه. في ايه؟ معقول؟ هي فين؟ اتأخرتي عليا قوي يا انوار. معلش يا مدام كاميليا، والله غصب عني. طيب ولا يهمك، ما دخلتليش جوه ليه؟ لا 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 انا ما حبيتش ادخل جوه، لحسن يكون في حد جوه يعرفني ولا حاجه وبعدين يعني تبقى مشكله. طب انت كده قلقتيني، هي جنة كويسه ولا ايه؟ لا اطمني، جنة كويسه الحمد لله، ما فيش حاجه يعني. بس هو انا كنت عايزه اتكلم معاكي يعني في موضوع كده. طيب بصي روحي على العربيه، انا خلصت. لا ارجوكي ارجوكي يا هانم، بلاش العربيه بتاعت حضرتك، لا يكون الباشا مراقبك انت كمان. مراقبني انا كمان؟ طب ما كده يبقى اكيد في حاجه مش طبيعيه، انت قلقتيني جدا يا انوار.